تبارك الله عليه. طبعا الشمس باش نستقبل لك الان فنان قدير تكون على يديه العديد من الفنانين التوانسة، اهتم أكثر بتطوير التعليم الموسيقي في تونس، دار العالم تبارك الله في العديد من المهرجانات الدولية وأيضا في المهرجانات التونسية، أول فنان متحصل على دبلوم الموسيقى في تونس عام 1976. نستقبله مع بعضنا بكل حب الفنان الكبير ونزيدها من فوق القدير المعلم نور الدين الباجي. نور الدين تبارك الله يا خويا، نزيدوا نبعدوا هكا شويه شمس جاك شويه لا هكا هكا. مرحبا بك نور الدين. كل ما تجيب حذانا نور الدين الا وتعمل لنا مفاجات ساره في بالك ولا في بالكش؟ شنو هي السر معاك مع البلاتوات؟ والله خاصه البلاتو هذا لازم مع الجمهور نحسوا بيه يحب حاجه جديده. يعني تقول انت وين ما فما حاجه جديده وين تتحل الشهيه باش نسمعوا مثلا اليوم اللقاء بينك وبين شمس الدين غريب وعجيب. علاش غريب؟ نبدا بشمس الدين، علاش غريب؟ انا هكا في اعتقادي، قل لي انت علاش ميسالش؟ علاش غريب؟ علاش انا تسمى علي الاستعراض؟ ما انا خاطرني فوالا انا نحب نصلح معلومه صغيره. تسمى علي الاستعراض؟ الاستعراض هي راني معنا حتى في حاجه زايده في تونس. انا يعمل يمكن جيمي د لامبيونس جو هكا وكل شيء، ما الاستعراض حاجه كبيره برشا علينا. تبعوني مليح، علاش قلت لكم غريب وعجيب؟ خاطر شمس الدين باشا استناني قول تسلك مع نور الدين كي نقول من غير ليه تسلك مع نور الدين. الله يقدر اما شمس الدين من غير ليه اما لا اللي باش تسمعوا حاجه اللي ما عمركم ما سمعتوها من غير ليه، نور الدين الباجي شمس الدين باشا. في غربة ليالينا يوم
فرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا 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 ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشى خد ليالي وحكم
فيكم الصحة، بارك الله عليكم. ميرسي. أوه شيء كبير ها؟ خليني في بلاصة هون.